خرجوا خرجوا. هنا كاين الضوء. شوف شوف بليسا صافي حطوه هنا، ديروا غير هنا، ديروا غير هنا. هنا بعدا باين صافي. شوف صافي بارك عليه. لا هادو بجوج مشاو لك في 2014. انت دابا كتقول خطا طبي. دابا الطبيب معني هذيك هذيك امتى درتيها؟ هذه درتها في حطها هنا درتها في 2015. هذه كتعاوني بحال ملي كنبغي نطلع لشي طاكسي ولا كذا ما كنبقاش نطيح للارض. بلاتي مشاهدي قناة شوف تيفي، مرحبا بكم في هذا المباشر من مدينة الدار البيضاء. ولو ان هذا السيد المحل السكن ديالو هو الداخلة الاقاليم الجنوبيه، وقع لي مشكل مع بعض الاطباء اللي ربما ما شخصوش ليه الحاله ديالو، وكيتهم احد الاطباء بانه كرفسو جابو من الداخله فقط باش يقطع ليه السبعان ديالو، مع العلم ان كاينين مصحات في مدينه الداخله اللي كان يقطع الصبع ديالو تما. قال ليه جي باش تعالج، فاش جا قال لي غادي نقطعو لك الصبع، يعني ولا خاسر 3000 درهم غير في ترونسبور. فاش جيتي؟ جيت في الطياره 3000 درهم، يعني كانت غتبقى لك وتعالج تما ولا تشوف شنو غدير تما. عاود لنا بالضبط شنو وقع لك. اسيدي هذا انا كان كيتحبس لي الدم في رجليا. هادشي من التدخين. يعني العروق عندك ما بقاوش كيوصلوا ضعاف. هاد الايامات هادي واحد السبع شهور قاصني في هاد جوج الصبعان مرضولي. مرضولي هاد جوج الصبعان، مشيت للداخل دوس عند الطبيب قال لي راه ما بقاش كيسيركيلي فيهم الدم، راه نحيدهم لك وترتاح بلا ما تبقى تسواني وما غيبراوش. صافي بحال غتحيد الدرسه. حيدتهم براو. تفرجت واحد الفيديو هنا في كازا ديال لاله مولاتي، واحد الاشهار ديال الامنيه بنكيران اختصاصيه في بدون ديك بدون ديك الاسماء ديال اختصاصيه في هاد العروق وهادشي. جيت عندها دوس عندها، عيطت لي قالت لي نعيط لك الدكتور جراح فلونش. خلي يدك عفاك، خلي يدك فيكس فوالا باش جيت عندك الدكتور شاف لي يدي واخا هو عارف الدم ما غيوصلليش للصبعان، قال لي غندير لك عمليه غيوصل الدم للصبعان. فتحني انت باش عرفتي باش عرفتي ما عارفش الدم غادي يوصل لك للصبعان؟ لان الطبيب اللي حيد لي الصبعان قال لي مني ما كيعياو العروق الصبعان راه ما كيحياوش. قال لي واخا تسرح، قال لي يقدر تسرح البلاصه الغليظه كذا الصبعان سبحان الله العظيم الا عياو العروق صافي. جيت عنده قال لي غندير لك عمليه غنسرح لك عندك العروق في شي بلايص مقطعين غادي الصبيعه تيحيا. مشيت درت تفاهمنا انا وياه، عطيته داك الامانه فتحني هنا وفتحني هنا وفتحني هنا، هادو كلهم فتحات باش يدوز ال وزاد فتحني حتى في رجلي كاع انت ها هي رجلي هادي شوف قداش، وعاود ثاني هنا. هادو علاش فتحهم لك؟ قال لك كنقلب الى لقيت شي عروق نزرعهم لك هنا، وهنا عندي العروق دابا فاش سرح لي ديفو اللي دار شو الدم فين تكلكل لي، شو العرق قداش هادي ها انت عادية نطلقها عادي، هادي شو الدم فين تعصر لي. قلت له هاد الدم ما خصوش، راه خصني دابا خصني انا نبقى داير لي يدي غير هاه باش كيرجع الدم باش كنبقى مرتاح. ملي كندير هكا الحريق ملي كيتنقد دابا راه الحريق راه كنهضر غير ربي عطيني شي قوة، ومني كندليها هكا بحال ليها شي بيضود 5 لتر وكنحس بها غير يعني تقول كامل كيهبط كلا. خلي يدك بهذا الشكل، خلي يدك بهذا الشكل وكمل لي. دابا منين درت هاد العملية هادي بحال اللي فقدتها، ما بقيتش كنقدر نتصرف فيها هكا، ما بقيتش بزاف ماشي بحال هادي كي كنت نحركها. دابا هادي صافي ما نعش عليها بزاف د الحوايج دابا وقعوا هاد العملية ما خصنيش انا نديرها كاع، نقطع وما نديرش هاد العملية. دابا واش هما اللي بغيت نفهم، واش انت دابا كتقول بانه سوء التشخيص ديال الحاله ديالك ولا شنو؟ فاش درت العمليه قال لي راك مزيان سير في حالك دابا لدارك تعالج. وطلعت للداخله جات بنت واحد الفرمليه كتسواني لي صبعاني مده شي شهر وشي 36 يوم، قالت لي راه صبعانك ما عجبونيش. عيط لها الدكتور قلت نهضر معاه، ملي عيطنا له فين ما نعيط له كنلقاه في البلوك ما كاش. النهار اللي تنقبضو تنقول له صبعاني عياو تيقول لي غير كول الدواء. مشينا للطبيب ديال الدولة قال لي خصك تحيد الصبعان، لقيته هو ويعيط له مباشرة نهضر معاه قال له الصبعان عيا وقال له غيزيدو. جا داك الطبيب قال لي شوف راك كتضيع غير الوقت في هاد الصبعان اللي مخليهم خامجين كوحل راه غير ما بغيتش. لا 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 بلاش 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 بلاش، باينين كتبان الحمورية فيهم.
صافي ملي قلت له راه يدي كتألمني ورا خماجو، قال لي اجي نشوف. ركبت انا من الداخل اجي عنده، كما غيصلح لي شي حاجه زعما، راه دكتور وكلينيك. ملي جيت عنده شاف صبعاني قال لي غنصيفطك للكلينيك اخر مر السلطان. صيفطني لكلينيك اخر، شافني طبيب اخر قال لي هاد الصبعان خصهم يزولوا، خاصهم يتقطعوا حتى هما. قلت له دكتور شوفوا دابا نتوما، عيط له قال له تفاصل معاه. كيفاش تفاصل زعما نخلص هذاك الدكتور اللي في مر السلطان؟ انا ما عنديش. فاش درت هاد العمليه راه هو الدم شي ما نعرفش، غادي نقول لك خاسر انا اكثر من 4 مليون في هاد العمليه. كنقول غير ربي منا عاد اليد اللي عندي جمعته حطيته فيها، ما كاينش. طلعت للداخل بقيت غير كنبلع في الدواء 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 وما براوش. ملي مشيت عند طبيب الدوله قال لي هادو راه ما تيوصلهمش الدم، شو صدفر ولا خشبه ماضي وخشبه ما كنحش بيه. ملي عيط له قال لي هبط عندي. ملي هبطت عنده قال لي وسير عند الكلينيك يحيد لك. قلت له انا لا معيط لي غتلقى لي شي حل، ماشي تصيفطني لكلينيك اخر. كنحسبني انا ما نجيش عند الدع وملقانا عند الله. دابا هو بقى قال لي انا ولا عيط لي قال لي راني حيدت لك 3000 درهم، سير عطيك غير 4000 درهم. وانا ما عنديش والله حتى فلوس المركوب دابا للداخله، ما عندي باليامي. جيتي دابا من الداخله باش قطع صباعك؟ هو اللي عيط لي، كان حسابني غير عيط لي باش يصيفطني لمر السلطان نقطع صبعاني، ما نجيش نقطعهم في الداخله. جاينا حسابني غير يلقى لي شي علاج ولهذا العرق اللي قلت له من فوق. قال لي هذا غير الروتور، ما فهمتش انا كيبقى الروتور كيغمق علي وانا حاس. انا اللي حاس يدي دابا الا درت لها كحرام الا بحال هادشي 5 كيلو ولا كثار، وكنحس بها غطيح. هذه العاديه دابا ملي درت هاد العمليه وانا مألم في هاد اليد ما بغاو يبراو. دابا بثلاثه تعداو حتى الا كان كتزيد لهم شي نقطه الدم. دابا دابا في الاول كان قال لك العلاج كاين، قال لي كاين، قال لي ما تلعبوش مالك ما كنلعبوش العلاج كاين. قال لي حنا اختصاصيين في القلب والشرايين، قال لي هادو عندك ملي غندخلك غيوصل لك لظفرانك. شنو غيدخل؟ زعما الدم غيوصل ملي غيسرح لي بهاد العمليات. ملي نط من البنجاني ما حسيتش بيش كي. انا ما حسبنيش رجلي وصل لهم، ساعه كنشوفو شوف مشرق لي رجلي دوز العذاب بهادي. دابا حتى رجلك حتى رجلي شرقهم لي وهادي، وانا ما فهمت والو. منين جيت عنده ها هي كورونا والفضيحه، وقال لي ما عندي ما ندير لك، ومات قال لي عندي التزامات وخرج من البيرو ديالو وخلاني. فين غنتبعو شديت راسي وجيت قارني غير بالطاكسيات من حي الرميله حتى لي ديال غاندي 1000 ريال باش كنمشي ونجي، 1000 ريال نهار لقى نهار ما لقاش نهار، حتى لي عيط لي في التليفون تيكون هو مسالي. دابا انا بقيت بصبعاني خامجين، وهنا تدرس عند هذه العمليه فين غادي نعس. هو مليلته خرجني فاش درت العمليه محلول، نعست ساعة في واحد الشومبرة داني نعس. جات نوضتني الفاميليا قالت لي نوض اسيدي البس حوايجك راه قال الدكتور تخرج. قلت لها راه ما بقاتش خليني غير تال الصباح. جا عندي قال لي إلا بغيتي تزيد هبط الريسبسيون، إلا بغيتي تبات تما تخلص. تفاهم معاهم، أنا تفاهمت معاك غير على العملية. أنا مليون ونص ديال يدي ودلبلوك. وأنت ماشي من السكة ديال المدينة الدار البيضاء، أنت من الداخلة. من الداخلة السكنة ولادي، ربعة الوليدات عندي صغار، الكبيرة عندها 10 سنين. والعال والغالب الله. دابا هو جابني للدار البيضاء وخلاني هي تايه، يا لو كان ما لقيتش شي دراري خداره وكذا وهذه واحتضنوني على ما ندبر فلوس المركوب. كادير دابا باش ترجع؟ حنين هام ودبير، حنين هام ودبير. انا كنشوف دكتور وفقيه قدروا يعالجني، زعما دكتور فخامه ماشي زعما هي انت ولا كذا، ولكن تكرفس عليا ولا حنين. الفلوس ما كايناش ما نعقلش عليه، هذا هو المشكل. كنقولو غيشوف معايا زعما داك صاحبو، يقولو يقطعهم الاول نتفاهم معاه كاع ويصيفطني نقطعي بونديلي ونمشي في حالي ما والو. عندك زيت ما عندكش رجع. ودابا ما كنعش، الا ما كانش داك كنشرب غير واحد الفاني، كنشري غير شويه من الفرماسيان يعني كنشرب جوج كاين شويه الحريق. دابا غير الدوايات وصافي باش تكالمي. باش نكالمي. وهاديك الصباع دابا خاصهم حتى ما يتقطعو. خامجين الى عريت لك الفاصمه خامجين. لا شم 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 ما خليهم خامجين خليهم، راني غير ساترهم الفاصمه. وليت كنبدلها على 5 ايام فين تبدل الفاصمه فين؟ ما يعيط لي شي خليني في الداخل يقول لي شي صبعاك عياو. كاين الطبيب اللي قطع لي في تما كاين يلا قضي الغرض، هادشي مكتب الله ماشي هبط نشوف وبقى كي احنا في الواتساب تنعيط لك هذه. ونقبض الطاكسي نمشي من حي الرمي الى شارع الزرقطاني 30 درهم،
ما لقاش نبقى تما حاجه كي دابا جيتي من الداخله 3000 درهم بيد ديال الطياره وجيتي في الاخر خاصك عمليه شحال قال طلبها لك؟ طلب لي نبلو 7000 درهم منين نهضر معاه هبطوا لي 4000 درهم وانت ما معولتش يعني الفلوس اللي عندك ديال الترونسبور جيتي بهم؟ انا عندي بلي يعني كانت عندي شي بركه مجموعه مع الخوت وكذا هي باش درت هذه العمليه وهو قال لك يعني كاين العلاج ديالك؟ كاين العلاج وما قال ليش كاين العلاج ما غنفتحش راني سولته قلت واش كاين شي امل عند الله قال لي وهذا الشيء راه خدمتنا حنا ما تنلعبوش منين عيا وقال لي قال لي حنا تنتوكلوا على الله صافي حلك بريتي مرحبا راه داواك ما بريتي شاي مكتب الله ما عندي ما ندير لك يا علاش داروا الراديو علاش داروا السكانير علاش داروا شحال من حاجه باش درت له الراديو ودرت له السكانير كل شيء درته وقال لي دخل البلوك واش غدير دابا انت المدير هاد الله انا غادي نشوف مع الاخوان يجي يعطيني المركب ونطلع فحالي شان نجلس ندير انا في الدار بيت حتى لقيت شي فيروس ولا شي هي مشات عند الله ما كاين مشكل ولكن هي الحكره ديالو اللي جايب لي من الداخل حتى لهنا وما انا نقطع تما هذا ما دار الله مكتبه حنا ماشي باغيين نقطعوا الحمله ولا هادي مكتب الله الانسان هذا قدر وابتلاء من عند الله هادشي اللي كاين هادشي اللي كاين اللي كيمشيو العوينات وكاين اللي كيصبح قال لي انا كندير عمليه ب 20 مليون كيصبح الراجل ميت يلا شنو نغرموا لهم قلت له هذاك مات مشى ارتاح انا حي وكنتالم حداك وما شفتيش من حالي يعني ما الانسانيه والو كتقول بحال هذا النوع والو الانسانيه باقي داك الدكتور الاخر اللي قال لي نقطع لك يتهاود وقال لي المهم راه هضر معايا غنحيد لك 60000 ريال انا راه ما عنديش حتى دابا كنتخيل هاد القضيه زعما الله يصبرك وراه صبرك دابا غيقطع لك وخاصو يوصل لك بواحد الطريقه ما عرفتش كيفاش غادي توصلك كيف ما كان كيف ما الطريقه اللي غيوصل لك تبلك طرف من لحمك من داس كاين غادي تقطع وغادي تمشي وقلتي ومازال كيتفاهم معاك على الفلوس شحال غادي تعطيني وانت جاي معول يعني غير باش يعطيك الدواء هو زعما هو غيلقى لي شي حل دابا العروق تنفخوا لي هنا وتنفخو غير هنايا حبسو ما كيمشيوش للصب منين درت على الصبعان عاد زادو عيا عاد ولاو كيسيلو ولاو بعيت 36 يوم قلت ليا كون نهار كتجي تسواني لي غير العذاب داك العذاب ديال 36 يوم ما ساهل شويه كتحك وانا كنعيط لربي اللي خلقني كتقول لي صبر حتى اللي قلت لاخويا راه الدم ما تيبانش ودوزت حالات قفص من الكوبرا وانت ما بغيتيش تبر عيط لهاد الدكتور وانا نهضر معاه ملي كنعيط له تنلقى اما في البلوك ملي تنقبضوا ما ما كيعطيكش وقت فين يشرح لك ماشي ما كيعطينيش وقت حتى كيكون هو مسالي اللحظه اللي انا باغيه معايا فرمليه ولا معايا طبيب يهضر معاه ما كيشدنيش اللحظه اللي كنكون بوحدي عاد كيقول لي الو عيطتي لي ولا تيصوني عليا وقطع تنولي صوني عليه هذا هو المشكل اذا دخل عندك انا الكلينيك خصك تصلح ما تخلينيش خاص الانسانيه هي اهم شيء الانسانيه انا ما عنديش وما عزتش عليا داك البركه قلت له كان من عاد لي مال الدنيا ان الا مش الرجلين ماشي مشكل ولكن دابا يدي صافي تزيرت قلت الا رجع بالله الشفاء يا ربي ولكن هو ما هي شرك خيط يدي ما بقيتش كنتحكم فيها بزاف الا بغيت غير نلبس حوايجي خصني نساعد ولا فورسيت هنا كتبلوكا لي بحال انا جيت فخسرت يدي ماشي صلحت هاد العمل مقطع وما نديرش هاد العمليه نهائيا نهار هاد العروق عطيو يا رب دابا رجلي الا بغيت غير نطلع على شي سداني هاد البلاصه بحال كيقبضني كلاكاج هنا عفاكم باش ما نجهدوش هاد السيد حاولوا عفاكم تبارطاجيو هاد لا فيديو غنحطوا الرقم ديال المساعده نتعاونوا معاه في سبيل الله باش يرجع للمدينه الداخله وإلا قدر كيفاش يعالج الصبا اللي باقي ليه إلا باقي فيهم الخير إن شاء الله. لا إن شاء الله. وربي كبير ما تقولش شوف ربي كبير ربي كبير. راه خاصنا غير الإنسانية راه الإنسانية اللي خاصنا. أعطيني عفاك الرقم ديالك. 066 عفاكم حاولوا تكتبوا الرقم ديال هذا السيد ديال المساعدة لا قدر شي واحد يتكلف ليه بالبيت ديال الطيارة يرجعوا للمدينة الداخلة اللي عند وليداتو. ولا كان مثلا شي طبيب عنده الانسانيه بغى يشوف لي الحاله ديال هاد الصبع اللي غادي يمشيو ليه تما غادي تقطعوا نتمنوا ليه الخير يا ربي وترجع ليه الصحه ديالو عطينا الرقم عفاك 06 60 45 28 91 دابا وليداتك ما عارفينش راه انت دابا دايز في المباشر وهادشي اللي واقع لك ولا
ما في خبارهم حتى شي حاجه؟ لا ما قلت لهمش. باقيين صغار؟ باقيين صغار، البنيته عندها 10 سنين 11 عام. والله يطولك في العمر، الله يطولك في العمر لهم ان شاء الله. نعاودوا الرقم عفاكم، حاولوا تكتبوا 066 45 28 91 91. الناس اللي كتكتبوا الرقم كنقول لكم شكرا جزيلا لكم. غير بارطاجوا عفاكم لا فيديو اللي يقدر يتكلف وتعاون، ونضمنوا جميع نرجعوا هذا السيد رجع لمدينته مدينه الداخله. تما اني لو كان قال لك انت علاش ما شفتيش شي طبيب اخر تما في الداخله، جيتي حتى لعندو هنا؟ ولكن هو قال لي بيناتنا التواصل في الواتساب ولا في المرتي. منين قلت له راني وصلت للقطيع قال لي اجي نشوف انا بعيني مباشره. يعني غتجي من الداخل حتى كازا باش نشوف لك الشاف؟ قلت انا منين قال لي اجي عندك ربما نلقاو شي حل، قلت ربما مع راه دز عنده غادي يعطف من حالي. منين شاف يدي صيفط لي المرس السلطان، المرس السلطان. يعني انت دابا جيتي قلت انت انا كنقطع يعني غادي يشوف من حالك، يقول اي انت شحال عطيتي في الاول؟ عطيته هو مليون ونص. مليون ونص؟ اه، واللي دوزت للراديو 130 الف فرنك. 1300 درهم ديال الراديو اللي سيفطتني لعندو. قلت انا غادي عندو شي علاج، منين مشيت قلت ربما هذا العرق اللي من فوق غادي هو ما الطب هذا انا ما نفهمش بحالو. منين جيت قال لي هذا عادي هذا الدم هذا، وانا هذا الدم دايري قلق في يدي بعدا الا دليتها كتحرقني، خصني ديما جيت نتعالج وليت خصني نقمطها بحال هز دري ديما داير لها هكا باش كيرجع الدم كنرتاح. ملي كندير لها غير هكا واحد القسم كيتنفخ ليها العرق كيوليو صبعاني كنحس دابا راه شوف بحال اللي كناكل من قلبي. اخويا الله يصبرك الله يصبرك سبحان الله العظيم. الله يصبرك الله يصبرك ان شاء الله. شوف ربي كبير وكل واحد كيخلصو ربي، يعني راه الانسانيه هي اهم حاجه هذا الميدان ديال الطب، راه خصك تكون. ما يجيبنيش ويسمح فيا هنا في كازا وكورونا والفضيحه وسير عند هذاك قال لي انا نهبط لك من 7000 ل 4000 درهم. وما عنديش والله ما عندي، وانا ما نخليش هذا الميكروب وهذا، ودابا هادشي كيزيد هي يطلع. دابا انا بديت كنحس هنا بالقصوحيه عاود، يدي كتنمل ولا حول ولا قوه الا بالله. دابا شهرين ونص باش هو داير معايا هذه الحاله وانا في الالم ما تناكل. انت جيتي نسير دابا هادي جيت راني جيت سيدي نهار الخميس. الخميس هذا الخميس والخميس 8 ايام وها الخميس تغدا 15 يوم وانا انا غادي جاي يلاه شديتو فيها جوج نوفات ولا ثلاثه. دابا خاصك ترجع دابا لسميتو للداخله. جبت الاسم ديال هنا في كازا ومريض، لا بغيت غير شرب هذا الماء ما كاينش اللي يمدها لك. غير شرب هذا الماء، بغيت تدخل غير للطواليت. يعني ماشي بحال وسط عائلتك ولادك. هنا معذب اللي كنمشي لخدمته كنبقى انا النهار كامل ما خصش، إذا ما خرجكش بنادم راك ما تخرجش. باقي اللي كانوا يديا كنعافر مع الكروسه ونفعها ونوقف. دابا الغالب والله دابا النهار صحتي شي 70% بهذه العمليه انا كاع، وخلاني صبعاني خانجين وخرج تسمح فيا لا ما. اللي باغي يتواصل معاه فكم الرقم راهو هذاك اللي كتشوفوا في التعليقات، نعاودوا نذكروا به اللي هو 066 45 91. عندك الواتساب؟ 120 بلاتي بالصفر 60 اها 45 28 91 وي هذا الرقم إيه. اللي باغي يتواصل معاه راه عنده الواتساب. اللي باغي يقطع لي البي شحال ديال دي الطياره؟ جاوب جاوب اخويا تقدر تكون شي شي واحد كيجي يوصلك هنايا. الو شي ربع ساعه اخويا يوسف واجي عندي. واه 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 الله يستر عليك. اذا مشاهدي قناه شوف تيفي هادشي اللي كاين، الله يعطي كل واحد والله يرزقهم الصحه والله يجيب الشفاء للجميع ان شاء الله. الصحه يعني لا تقدر بثمن، الا طحتي في يد هاد الجزاره ماشي الاطباء لما كتكونش عندهم حتى الانسانيه باش يتعاطفوا ولا يتساعدوا مع الناس. الله يصوب هادشي اللي غادي نقولوا. تبارك الله عليكم ونهاركم مبروك.